الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين تحت شعار يد بيد مع أهالينا في فلسطين، وده انطلاقا من دورها الإنساني والخدمي والتصاقا مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق. مجهودات لا تتوقف من الشعب المصري ومؤسساته للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم. فتحركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية ومؤسسة حياة كريمة لزيارة معبر رفح ومستشفى العريش العام. الشركة المتحدة موجودة في كل القضايا الإقليمية والعربية، ودول إخواتنا ولازم نتواجد هنا، ده أمر واجب علينا ومش حاجة تفضلية، لا ده أمر واجب علينا، ودول أهلنا وربنا يحرسهم وربنا ينجدهم مما هم فيه يا رب. مجهود كبير جدا 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 قايمة بيه وزارة الدفاع، مجهود كبير جدا قايمة بيه وزارة الصحة، الدكاترة هنا يعني على أعلى مستوى، في روح طيبة جدا جدا، الناس حاسة بالأمان، حاسة إن هي في وسط أهلها، ودي حقيقة، إحنا كلنا أهل. ويعني تحية خاصة يعني للقيادة السياسية اللي بصراحة عملت المنظومة الكبيرة دي. احنا هنفضل دايما مصر بقيادتها السياسية وبجيشها وبشعبها واقفين مع بعض عربيا، وهنفضل ان شاء الله ايد واحدة، وان شاء الله ربنا يسهل وتخلص القضية دي على خير ويرجعوا بلدهم ويبقى في الاخاء المستمر بيننا وبينهم. فالحقيقه انا مبهور باللي المستشفى عاملاه كمان هنا، رعايه فوق الوصف، الدكاتره اكتر من ممتازين، الناس حاسه بالامان، حاسه بالرعايه. الرساله ان احنا ندعم اخواتنا الفلسطينيين وواقفين جنبهم، واحنا شرفنا ان نشيلهم على راسنا في كل مستشفياتنا في مصر، ويا رب يعني الأمور تهدى وتبقى، ويعني احنا مش عارفين غير بس ان احنا ندعمهم، نقف جنبهم، نروح النهاردة كمان نساعد في نوصل صوتنا لإدخال المساعدات، ودي يعني أبسط حاجة نقدمها لإخواتنا الفلسطينيين. احنا من بداية الأزمة الشعب الأقرب إلى الشعب الفلسطيني وأكثر مساعدات 3 أضعاف العالم هي مصر. فشبابنا اللي نايم على المعبر من يوم 8 في الشهر بقوافل المساعدات، ومن يوم 9 في الشهر، ما هي أصل المواقف بتاعت الرجالة والرجولة بتبان، وهي مش بالبق كويس. فإحنا لما تقول لي في المستشفى بس، لا أنا آسف، ده احنا سعينا ومصر قعدت 2-3 أسابيع لغاية لما قدرت تقنع العالم بالضغط على اسرائيل لإخراج المصابين، وديك شوف المصابين النهاردة عاملين ازاي والحالات عاملة ازاي، ودي مأساة، ما بالك باللي جوه، ما بالك باللي احنا ملحقناهوش. حقيقي الواحد من ناحية فخور بانه فعلا مصري، علشان اقدر اشوف الدور بتاع بلدي بيتقدم قد ايه كتفا بكتف مع اهالينا الفلسطينيين. والحقيقة يعني هحاول اختار قدر الامكان مصطلحات مخففة، اعتقد انه احنا كلنا كعرب واي حد عروبي او قومي مهما كانت جنسيته، احنا لازم نلعب دور اهم من كده، كلنا اكبر من ده، اكثر ضغطا من ده، اكثر حسما من ده، اكثر حزما من ده. مش معقول مصر تقريبا لوحدها هي اللي واقفة، يعني مش معقول، لازم الموقف العربي ما يبقاش بس مواقف الشجب والتنديد، لازم نضغط وبقوة جدا بأقصى ما أوتينا من قوة. وتمثلت هذه المشاركة بزيارة رموز ووجوه إعلامية للأشقاء المصابين وتقديم رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيتهم، بالإضافة لتطوع عدد كبير من الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية للوقوف بجانب المصابين. إصابات عنيفة جدا، كسور معقدة جدا، كسور عظام، كسور في العمود الفقري، إصابات رأس معقدة جدا، يعني بصراحة يعني الناس دي تعرضت لعنف شديد، يعني عنف أنا ما صادفش، حتى أنا كنت جيت 2014 برضو في ضرب غزة و2008، بس بهذه البشاعة الإصابات أنا ما لأول مرة أشوفها بالعنف دي. حرات الحرق ديت ما هيش مجرد حروق بسيطة سطحية،
لأن حالات الحرق دي تقريبا حرق من قنابل محرمة، يعني أنا شايف حرق فسفوري. مهما وقفنا احنا برضو مش قادرين ان احنا نعبر عن الجوانا، مش قادرين نعبر عن الاحساس الداخلي اللي جوانا بالعجز برضو. مهما كان احنا كده كده مرابطين هنا مساعدين لاخواتنا، شفقاء على اللي بيحصل لهم، بس بغض النظر برضو ده مش كفاية ليهم. ما نقدرش، مش قادرين ان احنا نعملهم اكتر من كده. قلوبنا معاهم، دعواتنا معاهم، ربنا معاهم، ربنا ينصرهم، امين يا رب. احنا بنشاركهم معنويا وواقفين مع اهلنا هنا لحد ما الدنيا تفتح من اول وجديد وتبقى احسن من اول وجديد. بقالنا هنا على مدار اكتر من شهر ونص واحنا واقفين معاهم وتكاتفين معاهم، ومفيش حاجه هتمنعنا ان احنا نقف مع اهلنا في فلسطين، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تقف وترجع احسن من الاول، وربنا يرحم كل الشهداء ويشفي المصابين ان شاء الله. ياتي ذلك بعد وصول 6 شاحنات محمله ب 150 طنا من المستلزمات الطبية والمياه مقدمة من الشركة المتحدة، و15 شاحنة أخرى من حياة كريمة محملة ب450 طنا، فضلا عن استمرار توافد شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية. مشاركة هي وليست دعما، واجب اتخذته مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري على عاتقها للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية أو الزيارات للمستشفيات أو حتى بوابة معبر رفح المصرية، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية مصرية فلسطينية. هي رسالة دعم ومساندة وتضامن لإخواتنا في فلسطين. الصوت المصري صوت حاضر من اليوم الأول عند معبر رفح. بلغة الأرقام والإحصائيات كده احنا بنتكلم إن مصر هي الدولة الأولى أو الأكبر في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، وزي ما شفنا في التقرير علاج المصابين وإصابات، يعني هي إصابات الحروب من أشد أنواع الإصابات تعقيدا. إزاي الكوادر الطبية والأساتذة اللي احنا شفناهم في التقرير بيعالجوا إصابات منا فعلا معقدة زي ما سمعنا في التقرير بشكل كبير. الله يشفيهم جميعا، وإن شاء الله دايما إحنا يعني القضية الفلسطينية دي عقيدة عند الدولة المصرية منذ قديم الأزل، وأعتقد يعني إن إحنا دايما حاضرين في أي تصعيد بيحصل ضد أشقائنا في فلسطين.